اسمي حنين أيمن أبو دقة، عمري 28 سنة، مخلصة بكالوريوس تمريض. ما لقيتش فرصة عمل لأنه بتعرف إنه في قطاع غزة قلة فرص العمل، فاتجهت إنه يكون عندي مصدر دخل. فكان إعلان عن طريق الإنترنت إنه كان بدهم مشاريع تكون صديقة للبيئة في مجال التكنولوجيا الخضراء. اتجهت لهذا المشروع في الزراعة، كان بدي يكون مشروع مميز ويكون نادر في قطاع غزة، يعني خاصة في الجنوب، يعني كأول سيدة في الجنوب في قطاع غزة أنا كأول مشروع للفراولة المعلقة. يعني بعيد عن الأساليب التقليدية اللي هي دائما متداولة هي الزراعة الأرضية، وكمان إنه ساعدوني في مهندسين زراعيين وكانوا كمان ناس متخصصة زراعة الفراولة المعلقة خاصة في الشمال في بيت لهم. بالنسبة للروتين اليومي، بصحى من النوم بفطر أولادي بجهزهم للروضة، بعدين باجي على المزرعة. طبعا احنا بنسقي 4 مرات باليوم، وبعدين بشيك على الشتل وبقلم الأوراق الدبلانة. طبعا أنا بوازن بين شغلي بالمزرعة وبين واجباتي المنزلية. طبعا كل يوم بشيك على المحصول، وكل 3 أيام بقطف المنتج، بعدين بسوقه للسوق المحلي، وتقريبا بعمل اكتفاء لمنطقة خان يونس للفراولة. بالنسبة للعائلة كان لها دور مهم في إنجاح المشروع ومساعدتي في العناية في الفراولة. طبعا أبوي كان له دور كبير في إنجاح المشروع وتقديم النصائح لي. يعني من ميزات الفراولة المعلقة اللي بتختلف عن الفراولة الأرضية، أولا أنها بتساعد على استغلال أمثل المساحة، حيث الدنم الواحد بيعادل 2.25 دنم من الفراولة الأرضية، ويتم زراعة في الدنم الواحد 20,000 شتلة، أما الأرضية فقط نزرع 9,000 شتلة في الدنم الواحد، وبالتالي الإنتاج في المعلقة 9 طن، أما بالفراولة الأرضية 3 طن، وبالتالي الإنتاج حيكون 3 أضعاف وبكمية. التحديات انه كان عندي تحديين. التحدي الاول اللي هو انه تكاليف تأسيس المشروع كانت مكلفة ماديا. التحدي الثاني اللي هو انه كسيدة انه كيف اشتغل بهذا المجال الزراعي وتعامل مع المزارعين والتجار، وهذا المجال بعيدا عن تخصصي. انا ايمن محمود علي ابو دقة، والد حنين ابو دقة. انا بشتغل في الزراعة حوالي 15 سنة اللي بشتغل في الزراعة. أنا وقفت معها يعني في بداية المشروع، في لما اشترينا المعدات اللي هي المزاريب الكلكل كل شيء، وأنا اشتغلت بيدي، يعني كل شيء اشتغلته بيدي، ركبنا كل شيء اشتغلنا عشان المشروع يمشي وينجح بسرعة. كخبرتي أنا في الزراعة يعني من 15 سنة بزرع بندورة، حبيت أقف معها يعني وأساعدها، وأعطيتها طبعا جزء من الدفيع عشان تطور مشروعها وينجح المشروع تاع الفراولة معها، وأنا بوقف معها دائما وبعطيها خبرتي، إيش بساعدها أقدر بساعدها بخبرتي. رسالتي للعالم إنه المرأة الفلسطينية مرأة قوية، دائما بتبدع بأي مجال، دائما بيكون عندها هدف وإصرار وعزيمة إنها تصل لهدفها. رسالتي للمرأة الفلسطينية إنها يكون عندها عزيمة وإصرار ويكون عندها هدف، ومش ضروري انها فقط بس التعليم او الصحه انها تثبت حالها، ممكن في اي مجال كالزراعه. هذا المعروف انه مألوف انه تخصص للرجال، فاذا المراه كان عندها عزيمه وهدف واصرار ممكن تثبت ذاتها. وكمان انه انا اتبعت اسلوب بعيد عن الاساليب التقليديه اللي بيستخدموها المزارعين.